ايفون 13 برو ضد ايفون 13 برو ماكس. ازيكم يا جماعه واهلا بيكم في فيديو جديد. في فيديو النهارده هنقارن بين الايفون 13 برو والايفون 13 برو ماكس. الموبايلين دول نسخه من بعض حرفيا، مفيش اي حاجه بتفرق بين الموبايلين دول غير حجم الشاشه وحجم البطاريه، ولكن في شويه فروقات كده مخفيه بين الموبايلين، وفي الفيديو ده هنتكلم عن الفروقات المخفيه دي. ولكن ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، يلا بينا. زي ما قلنا ان الموبايلين متشابهين جدا، كل المميزات الموجودة في الايفون 13 برو ماكس موجودة في الايفون 13 برو الصغير، ولكن لو ركزنا كده اكتر هنلاقي شوية اختلافات. كلنا طبعا عارفين ان النوتش بقت اصغر بنسبة 20% في سلسلة الايفون 13، ولكن الموبايل الوحيد اللي هيحسسك ان النوتش صغيرة فعلا هو الايفون 13 برو ماكس. هو صحيح حجم النوتش هي نفسها في ال 13 برو، ولكن بسبب حجم الشاشة الاكبر فانت عندك مساحة اكبر على جانبي النوتش في الايفون الماكس، وده طبعا لان كل ما الشاشة هتكبر كل ما هتديك ايحاء ان النوتش اصغر. كمان كلنا عارفين ان بطارية الايفون 13 برو ماكس اكبر من بطارية الايفون 13 برو الصغير بفرق كبير جدا، الفرق ده حرفيا ممكن يوصل لحد 25% كاملين. ولكن عندنا فرق كمان مخفي كده قبل ما قلتوش، ان سرعة الشحن في الايفون 13 برو ماكس دلوقتي بقت 27 واط في النسخة الماكس و 23 واط في النسخة الصغيرة، وده بيخلي النسخة الماكس برغم من ان بطاريتها اكبر بكتير الا انها بتشحن في نفس الوقت اللي بيشحن فيه الايفون 13 برو الصغير. نيجي بقى لنقطة الاداء، هل في فرق في الاداء بين الموبايلين؟ الاجابة على السؤال ده اكيد لا، ولكن في حاجة كده صغيرة ناس كتير ما بتاخدش بالها منها وخليني اقولكم عليها، وهي انك لما بتضغط على الموبايل قوي لحد ما درجة حرارته ترتفع المعالج بيقلل اداؤه، وبيحصل حاجة كده في الشاشة اسمها سكرين ديمينج. والسكرين ديمينج دي بتقلل اضاءة الشاشة عشان تحمي الموبايل من انه يتحرق حرفيا، وبتقلل اداء المعالج في نفس الوقت. طيب ايه بقى فايدة الماكس في النقطة دي؟ فايدة الماكس ان كل ما حجم الموبايل بيكون اكبر كل ما بيكون تعامله مع الحرارة أفضل، وبالتالي مشاكل أقل في التعامل مع الحرارة، وبالتالي أداء أفضل في الظروف اللي زي دي. يعني نسخة الايفون 13 برو ماكس هتديك أداء أفضل لو أنت ضغطت على الموبايل قوي بدرجة تخلي درجة حرارته ترتفع. الايفون الماكس هيقدر يهندل الحرارة دي بشكل أفضل من الايفون الصغير، ولكن بشكل عام الموبايلين متشابهين جدا في الأداء. نفس الفكرة هنا في التجربة الصوتية، الايفون 13 برو ماكس حجمه أكبر، وبالتالي السبيكرز الموجودة جواه حجمها أكبر، وبالتالي بتقدم لك تجربة صوتية أفضل من الايفون 13 برو الصغير. هو صحيح الفرق مش كبير ولكنه ملحوظ. باختصار الموبايلين نسخة من بعض، ولكن بسبب ان حجم الايفون الماكس اكبر ده بيديله شوية مميزات، لان المصممين بتوع الموبايل بيكون عندهم فرصة انهم يحطوا مكونات داخلية احسن وافضل بسبب المساحة الكبيرة الموجودة جوه الموبايل. وبس كده يا جماعة، لحد هنا بيكون الفيديو بتاعنا انتهى. يا رب يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. سلام.